سلام واضح، تبارك الله عليكم، مساء مبروك يا هادي. النجاح ديالي وهو رضاة الوالدين والقلب الصافي ورضاة ربي، هذا هو النجاح ديال حميد القصري. الطفولة ديالي كان الحلم ديالي من هذا المستوى اللي انا اللي فيه من 11 عام ولا 12 عام، وانا الحلم ديالي هو هذا، وبقيت غادي درجة درجة ما جيتش كما يقولوا فونديس، ديما كان ما كنديرش واحد الحاجه حتى كنفكر ليها بزاف وكنخدمها في عقلي. ما كرهتش نولي عندي 20 عام وحق الله العظيم كنقول دابا راه تبارك الله راه 61 سنه، والله يجعل ربي يطول العمر حتى نحقق ذلك الشيء اللي نولي ذاتي، نحقق لهم ذلك الشيء اللي تمناو. كنموت على كاع الدول العربية كاملة، لا تزاير ولا تونس ولا أنا. تزاير مشيت ليها رحبوا بيا وداروني فوق راسهم بحال اللي راني في المغرب، الناس كلها تغني معايا والناس كلها تفرح معايا، وكنسلم عليهم هذا المنبر، كنسلم على سوانسة، كنسلم على مصريين حتى هما كيحبوا حميد القصري، وشحال من الكومونتير كيعيطوا عليا وكيصيفطوا ليا، وكنشوف ديك الكومونتير ديالهم وكيعجبني الحال. كيقولوا واحد المثل، الله يحبب فينا خلق الله، يعني الا ربي حبب فيك خلقه راك انت هو حاجة زوينة في الدنيا. يا بابا